هذا هو خالد المعموري، مصلح أجهزة منزلية ويوتيوبر عراقي، ولكن ليس من النوع الذي تظنه. فهو ينشر مهاراته في قناته ذات المحتوى التعليمي على يوتيوب وفيسبوك. يعمل المعموري من ورشته البسيطة على تصليح الأجهزة المنزلية ونشر فيديوهات تعليمية لطرائق تصليح الأجهزة العاطلة ليستفيد منها الآخرون ويصلحوا أجهزتهم بأنفسهم. ولم يقف إحسان المعموري عند نشر الفيديوهات التعليمية فحسب، بل قام بتقديم الدورات التعليمية المباشرة للشباب في ورشته، وجعلهم يتقنون العمل بمهارات عالية، فاتحاً أمامهم باب رزق ينتفعون منه. انتقد كثير من ذوي مهن التصليح المعمورية لتعليمه الآخرين، قاصدين احتكار المهنة بينهم. إلا أن المعمورية استمر في إحسانه للغير في العمل ونشر محتواه، فقال ذات مرة عند مقبرة رداً على المنتقدين: إن مصيرنا هذا القبر، ولن ينجينا سوى عملنا الصالح. ودعا الآخرين للعمل بإحسان وتقديم كل خير. توفي المعموري وتلقى العراقيون خبر وفاته بحزن، وملأ اسمه صفحات التواصل الاجتماعي متصدرة. فبالرغم من عدم امتلاكه أي منصب سياسي أو حزبي أو إداري، إلا أنه قدم خدمات عظيمة جعلته يمتلك قلوب العراقيين ويحزنون على فراقه.